أهلا بكم. استطاعت جماعة رسالة حياة تأسيس مستشفى مجاني لكبار السن والمشردين، والمستشفى يقدم خدماته من خلال التبرعات وطبعا من خلال عمل المتطوعين. نتابع. يقضي أيامه الأخيرة حسب الفحص الطبي ملازما السرير، ليس له عائلة ولا صديق، ولم يجد الدفء سوى هنا كما يقول. تساعده الرعاية التي يوفرها هذا المكان مجانا على تخطي أوجاعه الجسدية والنفسية، فيتغلب الاهتمام به على أعراض تفشي مرضه القاتل. عندي مرض متفشي كان، والاهتمام اللي عطيوني خفف كتير من المرض، خفف كتير كتير كتير. يعني بالأول ما كنتش أتذكر حدا، ما كنتش أتذكر اسمه. هي أيضا تفتقد إلى الجو العائلي الذي يخفف عنها وطأة الآلام التي تنهك قامتها وتبقيها طريحة الفراش من دون القدرة على المشي مجددا، فيتحول المستشفى إلى حاضن يذكرها بمنزل صار مهجورا. بارح بكيت بيتي مسكر، وانا هون حكتني اختي وشفتني جارتي قربت بستني، فتق مع البكي اختي، فتق مع البكي وانا فتق مع البكي، ما انسان بيتاثر يا ابني. غرف مغلقة تخفي خلفها فتيات مهمشات يجدن في هذا المكان مساحة من الأمان بعيدا من خطر الشوارع، ولعل في صور من سبقهن دليلا على تغيير واقعهن من مشردات إلى عناصر فاعلة في المجتمع. ما شفنا الفتيات علما أنه عرضنا صور لفتيات سابقات، ليش؟ الفتيات الموجودين حاليا هن بقرار حماية من قبل قاضي الأحداث، فحاليا هن موجودين هون نحن عم نأمل لهم الرعاية بيقدروا يتعلموا ويرجعوا ينطلقوا بحياتهم، كرمال هيك نحن حاليا ما بيقدروا يكونوا عم يبينوا على الكاميرا انطلاقا من هيدا القرار الحماية، بس إن الله راد هيك هن عم بيروحوا على المدارس عم بينطلقوا بحياتهم وعم بيرجعوا يكتشفوا مشروعهم بقلب الحياة ليقدروا يرجعوا ينطلقوا عن جديد. مبادرة فريدة يستفيد من خدماتها أيضاً أولئك الذين يصادفهم أنطوان ورفاقه أثناء جولاتهم في الشوارع والأحياء بحثاً عن المحتاجين. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة، أدمى شرق بيروت.